وللوقوف عند الغارات الصهيونية على قطاع غزة وأيضا الاعتداء على سفينة الحرية، ينضم إلينا عبر الهاتف من خان يونس الناطق باسم حركة حماس حماد الرقب. سيد حماد، مرحبا بكم. يعني ثلاثة صواريخ على موقع للمقاومة في غرب خان يونس، لكن ما أهمية الموقع التي قصفها الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الصهيوني من فترة لم يتوقف عن قصف كثير من مواقع المقاومة الفلسطينية، سواء كانت مواقع مقاومة أو مواقع حكومية مثل موقع الشرطة البحرية. وهذا الأمر ينبغي أن نفصله فصلا كاملا عن قضية مسيرات العودة. مسيرات العودة وما جرى في قضية السفينة اليوم، هذا كله يأتي في إطار شعبي سلمي جماهيري الطرف من أجل كسر الحصار على قطاع غزة. واضح تماما أن العدو الصهيوني أراد أن يذهب إلى الخانة العسكرية لمحاولة التغطية والتركيز الإعلامي الكبير على مأساة سكان قطاع غزة في ظل الحصار المشدد، فبدأ يحاول أن يمارس أعماله البلطجية والتي أدت لاستشهاد ثلاثة من مجاهدي سرايا القدس بالأمس في نقطة من نقاط غصب المقاومة. وهذا الأمر يعني هو ما استوجب أن ترد المقاومة اليوم ردا واضحا على العدو الصهيوني، حيث ردت المقاومة الفلسطينية بقصف عشرات المواقع الإسرائيلية خاصة في مناطق غلاف غزة والمستوطنات المحيطة. ولكن هذا أمر يأتي في إطار أمر عسكري مقابل أمر عسكري، لكن الحراك الشعبي والجماهيري مستمر، سواء كان في قضية محاولة كسر الحصار البحري أو قضية كسر الحصار البري في المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لقطاع غزة. إذن يعني كما ذكرتم سيد حماد، الاحتلال أخذ بالدفع وأخذ يتجه نحو الخانة العسكرية، ولكن ألم تتخذ المقاومة قرارا بعدم الانجرار وراء الاستفزازات الصهيونية وذلك حماية للحراك الشعبي؟ كل المناطق التي تم الرد والرد المضاد عليها هي مناطق بعيدة تماما عن نقاط الاقتحام الجماهيري والشعبي، والمقاومة الفلسطينية نأت عن نفسها وتحملت كثير من اعتداءات الجانب الصهيوني. لكن ليكون واضحا ان التجرؤ من الاحتلال على ان يمس نقاط غصب المقاومه وان يستهدف المجاهدين وان يغتالهم، لو سكتنا على هذا الامر فهذه القضيه ستعني ان العدو يمكن ان يرتكب حمقات اكثر وان يكسر قواعد الاشتباك القائمه في قطاع غزه. ولذلك ارادت المقاومه الفلسطينيه ان تلقن العدو درسا واضحا انها لا تخشى مطلقا اي ردود افعال. نحن لسنا من الطرف الذي يقول سنرد في المكان المناسب والزمان المناسب، كل زمان يستطيع العدو أن يضرب فيه أي مكان للمقاومة الفلسطينية، فالمقاومة الفلسطينية قادرة على أن ترد الصاع صاعين وألا تتوقف عن النظر في خانة الحياد لهذا الأمر. نحن لا نريد الذهاب إلى الحرب بصورة واضحة، لكن لو أن العدو الصهيوني في ظل حصاره المشدد وفي ظل ارتكابه للمجازر والملاحم للشعب الفلسطيني، فمما لا شك فيه سيكون دور المقاومة الفلسطينية هي أن تحمي الشعب الفلسطيني وأن تدافع عنه مثلما يعني عودتنا عليه في كل أحوالها. سيد حماد، إذا ما تحدثنا عن سفينة الحرية، سيطرة البحرية الصهيونية على سفينة الحرية وهي كانت من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ولكن ما هي الرسالة الصهيونية من وراء ذلك في هذا التوقيت؟ يعني العدو الصهيوني هو عدو مجرم قاتل إرهابي. هذا العدو هو الذي يمارس إغلاقه لأبواب قطاع غزة كسجن فعلي وحقيقي أمام المرضى والطلبة وأمام الحرية بصورة عامة. ما يقال عن غزة بأنها في سجن، ليس هذا السجن معنوي ولكن هذا السجن مادي وحقيقي، وقرابة 2 مليون مسلم فلسطيني محاصرين في قطاع غزة منذ قرابة 12 سنة. ولذلك نحن في هذا الأمر إن كانت رسالة العدو هي محاولة منعنا من الحرية، نحن نؤكد تماما أننا سنرسل سفن وراء بعضها البعض فترة ولن نتوقف حتى نكسر الحصار البحري. نحن طلاب حرية ولن نتوقف عن متاعينا لنيل الحرية مهما كلفنا الثمن، ونحن في هذا الأمر كذلك نمارس دورنا في تعرية هذا العدو الجبان أمام العالم بأسره الذي يقف ليعترض سفينة. بالمناسبة جل من هم في السفينة مرضى سرطان، بالمناسبة جل من هم في السفينة مرضى، هؤلاء المرضى يمكن أن يموتوا في أي لحظة لأنهم لم يجدوا طريق لكي يتلقوا علاجهم، بالإضافة إلى بعض الطلاب الذين لهم دراسات
توشك دراساتهم على ومستقبلهم على ان يتدمر نتيجه عدم ذهابهم للخارج. ولذلك نحن نريد ان يرى العالم باسره وخاصه الامه العربيه والاسلاميه هذا الظلم الذي يعيشه اهل فلسطين وهذا القهر الذي تتعرض له غزه. لعل نخوه في امتنا تعيننا على ما نحن فيه ان شاء الله، لكننا باذن الله تعالى لن نيأس ولن نقنط، نحن صامدون واقوياء في ايماننا وارادتنا وقوتنا، سنمارس حقنا الطبيعي في مكافحه المحتل باذن الله سبحانه وتعالى حتى نتمكن من نيل الحريه ان شاء الله. من خان يونس الناطق باسم حركه حماس حماد الرقب، شكرا جزيلا لكم.